رئيس الوزراء باهيمي بدك ألبير يصل إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في أعمال الملتقى الأفريقي حول السلام والأمن، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الوزراء السنغالي. وزير التجارة حامد محمد كوا يفتتح أعمال الملتقى الثالث للبعثة الاقتصادية الهولندية متعددة القطاعات. من الفضائية التشادية أحييكم وأقدم لكم النشرة الرئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير بالعاصمة السنغالية داكار من قبل رئيس الوزراء السنغالي وعدد من المسؤولين السنغاليين والجالية التشادية المقيمة هناك حول هذا المشاركة في أعمال الملتقى الأفريقي حول السلام والأمن. فاطمة الأحمر. وصل بحمد الله وسلامته مع رئيس الحكومة باهيمي باداكي ألبير بالمطار الدولي ليوبول سيدار سينغورا، حيث كان في استقباله بالمطار رئيس الوزراء السنغالي محمد بون عبد الله جون والقنصل التشادي لدى جمهورية السنغال سلام محمود عثمان، وذلك من أجل مشاركته في القمة الرابعة لإنعقاد المنتدى الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا والتي ستحتضنها يوم غد العاصمة السنغالية داكار. وفور وصول الاستقبال قام معاليه بمصافحة مستقبليه كل من وزير الأمن السنغالي ووزير الدفاع السنغالي والقوات الأمن السنغالية والطلبة والجالية التشادية المقيمة هناك. وبعد استراحة قصيرة والتي تناول فيها الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم توجه رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير إلى مقر إقامته بفندق الملك فهد. ونذكر إلى أن معالي رئيس الوزراء يرافقه في القمة وزير الأمن العام أحمد محمد باشير والأمين العام برئاسة الوزراء ليمان محمد ومستشار الأمن والدفاع برئاسة الوزراء.